السلام عليكم، كل عام وانتم بخير، صحة وسلامة يا ربي. طبعا اليوم جايب لكم عيدية حتى لا تقولون مقصر وياي. هاي عيدية عيني، جهاز مقدم من تطبيق سناب توب. تطبيق سناب توب في شيء مختصر خليني اشرح لكم عليه، ما يعرفه. يحمل الفيديوهات والاغاني باي صيغه يعجبك، من انصى شيء لاعلى شيء الفول اتش دي. زاد بالاضافه محمله اكثر من 40 مليون مستخدم حول العالم. تطبيق كلش حلو، كل اريده من يكون حتى تدخل المسابقه على هذا الجهاز تحمل التطبيق تطق لها صوره وتنشرها، تنشر الصوره هاي بالفيسبوك، تعطيني تاك بيها، ما اريد اي شيء. الفيس ماتي تلقونه بالوصف، تحمله تطق له صوره تنشرها بالفيس تعطيني تاك، بس تدخل المسابقة وإن شاء الله كل ربحان. تنتهي هاي المسابقة على هذا الجهاز بعد 5 أيام من نشر هذا الفيديو، ويا رب يا رب ماكو واحد خسران. يعني نعوكم وين المقطع مال الفيديو، روح لك. هاي يابا شنو هاي يابا شنو هاي يابا يابا شو سوي قاعد لا شغل لا عمل وليدي، يعني إلى متى بابا غير ماكو شغل، يعني شو اسوي؟ ماكو شد يعني ما ادري ايش يبي. يعني رمضان ما فطر لي ولا واحد، ما فطرت لي ولا واحد. هذا اخوك فطر 6، ذاك فطر 13، خوب ذاك 29 الا جاي فطرك، بس هو فاهم اول يوم وخلاه يبطل. ليش انت شبيك يا حظ شبيك؟ يابا غير ما كلت كلها تصلي وكلها نايه اليوم هذا رمضان الصوم. اي مو احنا شغلنا نصلي وياهم، صحيح صح. غير احنا نفطرهم. ما يرضون يفطرون، شو اسوي؟ شنو ما انت شايف جدك هسه لو يدربينا شو يسوي؟ شو يسوي؟ ب 100 قندره يرقعني. ليش يعني شو يسوي؟ غير ماكو شغل. اي راح افيده قاعد بدون شغل. لا انت مو تريد تتزوج له؟ اي فدو اي فدو. هاي فدو بتخاطرك هاي. اي اي تلحق وراه صار لك 200 سنه. فدو فدو يا اوكي اشتغل. وين اشتغل؟ لازم نقول لهم الولد جاي يشتغل. اي اعطيني شغل خليني اشتغل. عندي لك شغل. بس بهذا اللبس ما تطلع. لك والله وقت. ايش بيه؟ شنو هذا اللبس؟ ايش بيه؟ شنو هذا بنطلونك؟ شنو الضيق؟ شنو ايش بيه؟ ادري شيطان ستايل انت. صديق تحكي؟ يا حسن بتنزل للبشر شو يقولوا لك؟ غير مدية. عمي يصنفون عليك، لا مدية ولا هاي. عمي تحشوش اللبس مالتنا احنا كلها تخلص. تخلص. بابا غير هذا الرزن. غير كل منو مدية له. يابا يا كل منو مدية له انتو شباب منحرفة. اي حسين زعل بنت خالتي. اي بس تموت عليه. تموت عليه. على بنت خالتي. اي اوكي ماكو مشكله. اكو واحد جاي يغلى سادس. اي وجاي يصلي، صلي بها متدين. اي وين؟ تنزل عليه تفشى تفلش. وين هذا وين؟ بالسيدين. شنو وين؟ بس هسه الدنيا حاره شلون اعرف؟ خابر لك هسه شويطين. اي ابو تشارجر واقول لك تبريد تبريد خي شغل تبريد. تعرف انت شلون تطير؟ اخذ العوده مالتك. طير. بس الخيل والليل والبيداء تعرفني، يعني هي تعرفها، وأم جاسم وأم صبيحة الوسختي. هذه اللغة العربية. زين زين شنو أنا جاي أقرأ عربي شعلي رياضات شعلي والله مودني سادس. وإن ضاقت بنا لابد الذهاب للمنتزه للمنتزه. من أنت؟ أنا الشيطان مالتك. وش فيك يا؟ وشو فرحان؟ لا مو أنا اليوم أول مرة أطلع للشغل. تطلع بجي أنا قصدنا أني. لا سالم. لا مو أبوي قال لي أطلع الشغل تلقى واحد طالب سادس. إيه لازم تخليه ما يقرأ. لازم يعني أقول لك أنت مسيطر عليه هاي ال5 سنوات كلها راسبه بسادس تري سيطر عليها هسه أما لو تموت. وسمعنا بيك تصلي. إيه؟ إيه؟ وش... فلازم الله هداني. الحمد لله والشكر. لا روح انصرف روح. لازم تعوف الصلاة. إيه على مود انا اخذك المكان حلو. شو تفاهي فرحان انت شنو يعني بس فهمني شنو فيلمك؟ وانا اول يوم اطلع للشغل إيه وابويا تطلع ابوتي ايه؟ وابويا قال لي اذا ما تهدي هذا ايه؟ ما اخليك تتزوج لان انا احب بس تهديني لو تفسقني؟ لا اهديك. تهديني على شنو؟ على الدنيا وحلوه وهاي عوف القرايه عوف الصلاه. تضحك علي. تهدي اهديك على مود ابويا يقول لي ازوجك. حلو. ازوجك بنت خالتك انا احبها صار لي 100 سنه. يعني صار لك تحبها 100 سنه؟ اي.
بعد وقت يمك هي. ليش انت كذا؟ اوه بس اوقف، ايش قد عمرك انت؟ ماني اصلا انا طبيت بال 300. طبيت بال 300؟ بال 300. ولك هذا معدل ما تشارجر. ما عمر لا لا انت تشتاق ويا لو طالع لي صغير بس فهمني. لا صدقني انا طبيت بال 300 بعد من بعيد الشهر. تسامح هاي النغمة؟ فدو مروتك وقت يمك يا بس فدو تدق تسامح هاي النغمة؟ سامحها؟ لا أعوذ بالله من شيطان رجيم. بس شيطان ظلت علي. هسه هذا شيء قنعة شو أقول لك؟ تحت شوية شيطان. ها يابا لا 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 ألو مستشفى المجانين لك جبنا الجزء ليش جاي وراي؟ جاي اقرا والله جاي اقرا والله اقرا والله اقرا لازم انجح انا هسه هالسنه لازم انجح غبر لا استاذ غبر ما راح تنجح ما راح تنجح انت ما تنجح تدق والله انا حساني من لا لا حبيبي هلو ادري شنو صاحبي انت هسه بوين زين كل من وراك قاش في جاي تحكي وروحك صرت تحكي عود انت يعني انت عرفت الدنيا كلها تطلع علي ما انا قلت لك اول مره اطلع لي الشغل اي تطلع هسه انا شنو انا شنو ذنب انا اريد انجح هسه اعتبرني اخو صديقك اخو دورك انا اقول له انا عمري 25 انت عمرك 300 وعن روح مو انا بدي اتزوج ابوي قال لي اذا ما تتزوج اذا ما تهدي هذا ما ازوجك وانا على مروتك بعد انت ومروتك توكل 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 خلينا نقرا توكل زين افتح التليفون توكل افتح بس افتح التليفون افتحته افتح الواي فاي ليش عود؟ افتح الواي فاي افتحته طبعا الماسنجر طبيت شوف ندى دزت لك رسالة صدق جاوبه جاوبه صح لي شهر ما فاتح جوب وين صار شهر؟ شنو؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تك كذيب ما اريد انجح خلاص يعني وعلي تمام هلو انت تشتاقه لا 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 تشتاقه تشتاقه بس قلش لك بابا ايش بيك هذا احنا حظي قلت لك انا اول مره اطلع للشغل وانا اطلع وياك عمي ادور على عالم نخليهم ما يصلون لا ما انا اريد اتزوج وابوي قال لي الا ما تخلي هذا يقرا اياد قال لك اياد بالاسم اياد اياد ما يخليه يقرا هذا اياد انا اعرف حظك وبعد انت تعرف جماعتك هسه وين؟ وين؟ تعرف ابراهيم جابك ابراهيم انا عارفه ايه انا عارفه ابراهيم وين ابراهيم صاحبك خذت لي القهوه جاي ادخن نرجيله لا والله والله ايه تعرف زياد ومحمد يعرفهم تعرفهم خدنا لهم حجز مال طوبه وجاي يلعبون هسه الشاقه صدقني ملعب طوبه انا وقت انا ادري ما بقى شيء الامتحانات مال السادس بس الدراسة ما تفيد يا اخي من اخذ ما تاخذ شهادته وياه؟ من يجي؟ الشيطان يقول لي من ما تاخذ؟ لك هو احنا نحكيها لك بس رجعك بس رجعك مروتك بس فرق لك انت مقتنع وراك شيطان؟ مروتك ما كنت شيطان افا انا اتذكر بابا انا اتذكر الشيطان يجي صفقني بالنعاد ذيك السنوات وغزبت انت ايش بيك اشوف هاي؟ وانا اول مره اطلع للشغل قلت لك انا تسامح هاي النغمه؟ الثانية مو الأولى لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حشيش هو أنا من نوع بالقوة أقرأ ها ثلاث ساعات كل ساعة يجي
والله رب العالمين انجح السنة انجح من السادس لو شي صير. صار اخاف يجيلي بعد مرة. والله ذا لزمة كتلة. خدت اللي هنا احسن لي. يلا خليه يجي. عياد وين رحت عياد؟ عياد عياد وين رحت؟ انا اعرفك اليوم انا اعرفك لا اترجاك لا اترجاك لا بس بس انا اعرفك اليوم انت ما راح تهدني اترجاك لا انا اعرف اليوم ما راح تهدني بحالي بتجيبها لا اترجاك لا هاي شنو هاي؟ هاي مال ابوي مال ابوك؟ اي اترجاك لا طب طب اترجاك لا بس طب جو اترجاك طب جو